شكرا الأخ سلمان. طبعا يحبذ الاختصار في الرد حتى لا نتعطل كثيرا. مداخلة أخرى للحاج حسن محمد علي ربه، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أريد طبعا أعقب أول شيء على كلام حاج أحمد بن حسن محمد ورد سلمان عبيل على فكرة العزل الموحد. العزل الموحد طلعت هذه الفكرة كان في ظرف من الظروف. هذه الفكرة طلعت لظرف من الظروف كان في التسعينات. اجتمعت المواكب الحسينية في سترة وطلعت موكب موحد. الآن إحنا لو نجي نطالع الموكب العزل الموحد، يا جماعة خلونا واقعيين. عزم واحد يطلع، احنا مو ضد فكرة انه يكون عزم واحد باسم اهل السترة، بدليل انه اذا يطلع العزة في الديه انا شخص افتخر به لانه يمثل سترة كامل باعتبار انه برا مثلا في الديه او في عالي. لكن بالنسبة الى العزل الموحد في سترة، يعني انا لما اطلع ورا العزة اطلع بناس مشتتين، عزاء غير منظم، يفتقر الى ما في رادود متمكن يقيده، التنظيم تنظيم عشوائي، ساعات الطريق ما ندري. آخر مرة الخارجية طلعنا من الخارجية وردوا ودونا هني على الدواعيس وردوا عودونا على الشارع العام، ما في تنظيم. إذا إحنا لما نقول نريد نرجع المواكب العزائية الأولى، مو يعني ضد فكرة اللي هو العزاء الموحد، لا، لأن رايح تكون علاج للي صاير الحين في العزاء المواكب الرسمية. يعني احنا تخيل لما يوم عاشر تطلع خمسة مواكب عزائية، والخمسة العزاء المواكب هذه كلها منظمة، وكل رادود يبدع في موكبه، وكل ودائما هذه المواكب كلها منظمة وبتجيب طريقة سليمة، مو أفضل من يكون عزاء واحد مشتتين ناس قاعدة على الرصيف ومحمد ناصر يزعق على المعزين دشوا يا جماعة وما أدري شنو، والرواديد مشتت فكر مو عارف أصلا يركز. فهذه الفكرة سلمان، يعني إحنا مو قضية ضد العزاء الموحد. وعلى فكرة أريد أقول للجماعة جمهور أهالي سترة بأن أغلب اللي هو أصحاب الجمعيات مثل أبو محمود أستاذ ميرزا حبيل أستاذ ميرزا زاوان اصلا كان اليوم انا كنت في الجمعيه وكان يانا سيد باخر والجماعه ابو منصور، كان ضد هالفكره، مو ضد الفكره الموحد مثل ما قلنا للاسباب اللي ذكرتها يا جماعه. اخ حسن حبيبي عزيز وصلت الفكره، شكرا ومعذره على المقاطعه. معذره على المقاطعه عزيزي.